في البعدين. يعني مسألة التجارة دكتور اللي هي مسألة الاكتساب من القرآن الكريم، سواء مثلا بيع المصاحف أو أخذ أجر على تعلم القرآن أو تعليم القرآن للأطفال أو لغيره يعني وما إلى ذلك، هذا مشروع يعني؟ على كل حال بدون مغالاة، بدون مغالاة وبدون مبالغة. أي نعم دكتور. وعلى فكرة هو اللي بيقرأ القرآن الكريم بيأخذ عليه، هو بيأخذ على الجهد اللي بيبذله. واللي بيبيع المصحف مش بيبيع القرآن نفسه، إنما بيبيع الأوراق والحبر. لكن القرآن الكريم لا يباع ولا يشترى. ولذلك نذهب لهذه القضية. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة احنا قلنا وربما نأتي إليه في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، نبين من بركات القرآن الكريم الشفاء من الأمراض البدنية والأمراض الحسية والأمراض المعنوية. يعني لما كان أبو سعيد الخدري لعله رضي الله تعالى عنه كان في سفر معه جمع من الصحابة، وبعدين مروا على قرية، القرية دي كانوا يعني إيه بخلة بخلة جدا. فاستضافوهم، طلب منهم أن يضيفوهم فرفضوا. قرية ناس بخلاء، عض قلبي ولا تعض رغيفي، مفيش حاجة خالص، مفيش عندنا. فبالتالي سيدنا أبو سعيد الخدري ومن معه صحابة مروا وطافوا، وجن عليهم الليل. فلما جن عليهم الليل استقروا وآووا إلى يعني مكان يستريحوا فيه حتى ينفجر الفجر أو ينبلج الفجر، ثم يستأفون سيرهم. فإذا بهم بوفد من أهل القرية البخلة دول، أخي طارق، وفد من القرية دول البخلة يأتوهم: هل فيكم من راق؟ هل فيكم حد بيرقي بيعمل استعمل رقية؟ فإن رئيس الحي قد لدغ. رئيس الحي لدغ. ما يجيب الزيت إلا الإيه؟ إلا المعصار. ما يجيب زيت إلا المعصار. رئيس الحي لدغ. فقالوا نعم. فأتوا الوفد، وفد القرى البخلاء دول، أتوا برئيس الحي المندوق وتلى عليه، لعله سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تلى عليه سورة الفاتحة فقط، لم يقرأ عليه سواها فقط. ولذلك يعني أشرت من قبل لأنه يعني من الله تعالى عليه، فقدمت قرابة 25 حلقة في خطبة جمعة في سورة الفاتحة وأسماءها، فمن أسماءها الشافية، من أسماءها الواقية، من أسماء أم الكتاب، من أسماء السبع المثاني، من أسمائها الواقية إلى آخره. فلما قرأ أبو سعيد الخدري على هذا الرئيس الملجوغ سورة الفاتحة، الحديث يقول في الصحيح: قام كأنما نشط من عقال. ما شاء الله. الوقت لما تكون في عرضة كلب ولا حاجة ياخدوه اللي تم الشخص اللي تم الكلب عرضه، يدوه المستشفى، يدوله حقنة إيه؟ حقنة تتنس. عشان العدوى ضد التسمم. خلاص يعالجوا بحيث يوقف السم ده حتى لا يصل إلى نيات القلب. فكأن سورة الفتحة دي كانت الترياق الشافي. فقام الرئيس المملوك كأنما نشط من عقال، كأنه كان متكتف ومتكبل وقام كأنما نشط من عقال. فجماعة البخلة طبعا دلوقتي هيدفعوا أجرة دلوقتي، فساقوا لسيدنا أبو سعيد الخدري، ساقوا إليه ومن معه من الصحبة في 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 الركب المسافر ده، ساقوا إليهم قطيعة من الأغنام، قطيع عدد كبير جدا من رؤوس الأغنام. فالوفد الصحابة المسافرين مع سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اختلفوا بينهم: هل يحق لنا أن احنا ناخذ، هو يتعامل هو قرأ الفتح فقط، هل يحق ناخذ أجر على قراءة القرآن دي ولا لا؟ منهم من قال يحق ومنهم من قال لا يحق. قالوا طبعا النص يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقالوا نحتكم رسول الله، فساقوا القطع أمامهم وأتوا المدينة ودخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فحكوا له القصة. فالرسول عجب عليه الصلاة والسلام وقال صحابي أبي سعيد، قال له: من أدراك أنها رقية؟ إيش دراك أنت؟ من أدرك أنها رقية؟ وبعدين قال عليه الصلاة والسلام، شوف الفتوى بقى، فتوى عجيبة جدا: اضربوا لي بسهم معكم، صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ هاتوا لي نصيبي. ثم قال بقى، وده محل الشاهد بقى في الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق، الحديث صحيح، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا في رواية لهذا الحديث، قال: لئن كنتم قد أكلتم برقية بحق فإن كثيرا قد أكلوا برقية بباطل. يعني في ناس بيرقوا رقية باطلة فيها طلاسم ورموز وما أنزل الله من سلطان، وفيها شعوذة وفيها حجاب وفيها تميمة، هذا أكل للرقية باطلة. لكن سيدنا أبو سعيد الخدري ومن من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام أكلوا برقية بحق، فإنهم قرأوا الفاتحة، وبالتالي لا بأس بذلك، لكن بدون مغالاة وبدون مبالغة، ولا يكون للبيع، ولا يكون عفوا يعني عفوا للإيه، إنما ولذلك نقول اللي بيبيع المصحف بيبيع الورق والحبر، وأنه تفرق
وفرغ وقته لنشر كتاب الله عز وجل. اللي بيقرأ برضو كذلك أنه فرغ وقته هذا، أما القرآن ذاته فلا يباع هكذا. نعم دكتور.